النزوح فرق الاخوه بيناتهم، الابو ابنه فرقهم، انا كنت مخيم، اخويا مخيم، عمي مخيم، جدي مخيم، ما اقدر اشوفه. نزحت 2017 24/4 على مخيم الحاج علي، والله نزحت على مخيم الحاج علي، نزوح والله كان صعب يعني، خيمه وعيله محصوره وزحمه يعني. لا تاخذ راحتك، لا تاخذ هذه، على المساعدات مال الحكومه ومساعدات مال الدول، وجبه يعني شيء ينطونك ضعيف، وارد يومي ما يجيك. هنا الزراعه يجيك وارد يومي يعني، عندنا بقاقيل يجون يحملون من الارض. الحمد لله يعني معاشنا نظيف. يعني سعر الحمد لله يومي يعني وارد يومي الحمد لله خير من الله. والله احنا طولنا بالمخيم فتره 4 أشهر بس كان الحيل زحمات يعني. ما لا رحنا مدارس لا رحنا شقبر رجعنا على بيوتنا. احنا ساكنين منطقه الهرمات هسه حاليا. اي نعم شلون نعم 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 شلون ما اشتغل المنطقه، ديره ديرتي واهلي وناسي وديره ربع تبيع عمري 30 سنه يعني زحمه. شلون واحد ما اشتاق لمنطقته؟ مخيم سجن يعني ما تطلع انت، يجيك وجبك اشلك الى عندك واشل على مساعدات الدوله يعني. هذا الاشي اللي يجيك. النزوح فرق الاخوه بيناتهم، الابو ابنه فرقهم. انا كنت مخيم، اخويا مخيم، عمي مخيم، جدي مخيم، ما اقدر اشوفه. الا رجعنا ورا التحرير وهنا قعدنا بالمواصل، ناس قامت تشوف ناس، ورجعت الحياه الطبيعيه يعني ماكو كل اشكال. الحمد لله الحمد لله، عادات تقاليد والعيشه طبيعيه وامان، والحمد لله يعني الوضع حيل زين يعني.